السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر أحمد عبد السميع تحت إشراف ميس أميمة عبد الحكيم قسم اللغة العربية. النهاردة هناخد درس جديد من دروس النحو، ألا وهو ضمائر المخاطب. إحنا عندنا ضمائر المخاطب في اللغة العربية 5. إيه هم الخمسة؟ أول حاجة أنت، أول ضمير معانا أنت، ده بنشير إليه للمفرد المذكر. عندنا مثال أنت تلميذ مجتهد، يبقى أنت بتشير لإيه؟ ممتاز، للمفرد المذكر. تاني ضمير مخاطب معانا أنت، أنت بأشير إليه للمفرد المؤنث. مثال أنت تلميذة مجتهدة، يبقى عندنا أول ضميرين إيه؟ أنت، 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 أنت للمفرد المذكر وأنت للمفرد المؤنث. الضمير الثالث معانا أنتما للمثنى بنوعيه، يعني للمذكر والمؤنث. مثال أنتما ولدان مهذبان، أنتما ولدان مهذبان، ده مثنى إيه؟ مذكر. أحسنت. المثال الثاني أنتما فتاتان جميلتان، أنتما فتاتان جميلتان، ده مثنى إيه؟ أحسنتي، مثنى مؤنث. ننتقل بعد ذلك إلى الضمير الرابع، ألا وهو أنتم. أنتم بنشير إليه لجمع المذكر السالم، أنتم لجمع المذكر السالم. مثال أنتم ضباط مخلصون، أنتم ضباط مخلصون، ده إيه؟ جمع مذكر سالم. الضمير الخامس أنتن، أنتن، ده بشير إليه بإيه؟ جمع المؤنث السالم. أحسنتي. المثال أنتن أمهات رحيمات، أنتن أمهات رحيمات. تعالوا نطبق الكلام اللي احنا قلناه على شوية التدريبات اللي معانا. أول تدريب بيقول لك ضع ضمير مخاطب مناسب. رقم 1 فتيات نائمات، ده جمع مؤنث سالم. احنا قلنا الضمير المخاطب لجمع المؤنث السالم ايه؟ احسنتي، انتن فتيات نائمات. رقم 2 علماء عظماء، من الواضح كده يا مستر ان ده ايه؟ جمع مذكر سالم، يبقى ايه؟ احسنت، انتم علماء عظماء. رقم 3 معانا صديقي المخلص، انا عايز احط ضمير مخاطب لصديقي المخلص، ده بتكلم ايه؟ بكلم واحد مفرد مذكر. احسنت، يبقى ايه؟ انت صديقي المخلص. السؤال بعد كده بيقول لك طالبان ذكيان، انا من الواضح كده ان انا بكلم ايه؟ مثنى مذكر. احسنت، هياخد ايه؟ انتما طالبان ذكيان، يبقى اخذ الضمير ايه؟ انتما، احنا قلنا الضمير انتما لايه؟ للمثنى بنوعين، مذكر ومؤنث. السؤال اللي بعد كده بيقول لك سباحة ماهرة، احسنتي، انت سباحة ماهرة. ليه يا مستر؟ انا هنا بكلم مفرد مؤنث، يبقى ضمير المخاطب هنا ايه؟ انت.
اخر سؤال عندنا، تحرصان على التفوق. من الواضح ان انا بكلم ايه؟ مثنى. قلنا سواء كان مثنى مذكر او مؤنث بياخد ايه؟ احسنت، انتما تحرصان على التفوق. السؤال الثاني معانا بيقول استبدل ضمير المتكلم بضمير مخاطب وغير ما يلزم. يعني انا هعمل ايه؟ هشيل ضمير المتكلم واحط مكانه ضمير مخاطب، ولو في حاجات طرقت على الجملة هغيرها. تمام، تعالوا نطبق الكلام ده اللي احنا قلناه. اول سؤال عندنا بيقول ايه؟ انا صديق وفي، ده ضمير متكلم للمفرد المذكر، صح؟ تمام، هشيل انا واحط ايه؟ انت صديق وفي، يبقى كده ضمير مخاطب، انت صديق وفي. في حاجة طرقت على الجملة؟ مفيش، لأنها اوريدي مفرد. تمام، طب لو عايز أقول أنت هتقول إيه؟ أنت صديقة وفية، أنت صديقة وفية. غيرت صديق خليتها صديقة، ووفي خليتها وفية عشان تناسب المؤنث المفرد. طيب لو عايزها مثنى سواء كان مذكر او مؤنث هتحط ايه الضمير؟ هتقول انتما صديقان وفيان. طيب مؤنث يا مستر، هتقول انتما صديقتان وفيتان. طيب تعالى الجمع المذكر السالم، هحط الضمير ايه؟ احسنت، انتم اصدقاء اوفياء، انتم اصدقاء اوفياء. طيب لو جمع المؤنث السالم، ايه ضمير المخاطب اللي هحطه؟ احسنتي، انتن صديقات وفيات، انتن صديقات وفيات. تمام، احنا كده طبقنا جميع ضمائر المخاطب على اول مثال. تعالوا للسؤال الثاني، نحن فتيات مصريات، نحن فتيات مصريات. هشيل ضمير المتكلم وحط ضمير مخاطب مكانه. طيب يا مستر، ضمير المخاطب للجمع المؤنث السالم اتفقنا هو ايه؟ احسنتي، انتن فتيات مصريات، انتن فتيات مصريات. الصفحة دي عندنا الاجابات النموذجية للاسئلة اللي احنا حليناها مع بعض. عايز ترجع ليها وتتأكد من اجاباتك ارجع ليها. طيب الإجابات عندنا من 1 لـ6، أول واحد أنتن، 2 أنتم، 3 أنت، 4 أنتما، 5 أنت، 6 أنتما. وإجابة التدريب الثاني عندنا مكتوب رقم 1 أنتما صديقان وفيان، أنت صديقة وفية، أنتم أصدقاء أوفياء، أنتن صديقات وفيات. وفي رقم 2 حليناها مع بعض قلنا ايه؟ انتن فتيات مصريات. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، واتمنى ان تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.